بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الطلاب الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية لمقرر عرب 302 تحت عنوان الأفعال الناسخة. في هذا الدرس نتوقف بعون الله تعالى على مجموعة من الأهداف. الهدف الأول أن نحدد مفهوم الأفعال الناسخة، ثم في الهدف الثاني نتعرف الأفعال الناسخة كان وأخواتها بنية ودلالة، ثم نوظف تلك الأفعال الناسخة كان وأخواتها في تواصلنا الشفهي والكتابي توظيفا سليما. أولا، الأفعال الناسخة لابد لنا من معرفة أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول كان وأخواتها، والقسم الثاني كاد وأخواتها. السؤال الذي يطرح الآن: لما يستعمل المتكلم الأفعال الناسخة في الجملة الإسمية؟ الأفعال الناسخة في الجملة الإسمية إذا استعملت وإذا وظفت فإنها تدل على معان متعددة. المعنى الأول: التعبير عن الزمن في وقت الصباح أو المساء أو المبيت. المعنى الثاني: التعبير عن الاستمرار أو التحول. المعنى الثالث: التعبير عن قرب وقوع الخبر أو الشروع فيه أو غير ذلك من المعاني. نتأمل مع بعضنا البعض الأمثلة الآتية: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا حقيقيا لأخلاق الإسلام وقيمه. أمسى الصبي جائعا، أصبح الأمر مدهشا، أضحى الرجل سليما، بات الطفل قلقا، صار الجو مشمسا، ما زال المطر نازلا، من فك الجرح ينزف، ما فتئ الأمر يتطور، ما برح النجاح محققا، ما دام الرجل مصرا، وليس الامتحان صعبا. الكلمات ذات اللون الأحمر ماذا نطلق عليها؟ نسمي الكلمات التي بدأت بها الجمل السابقة أفعالا ناسخة: كان وأخواتها، وعددها 12 فعلا. أولا نقف على كان وأخواتها. نتأمل مع بعضنا البعض الأمثلة الآتية: كان الرجل شجاعا، صار الأمر سهلا، ليس النجاح مستحيلا، ما زال الجو ماطرا. هذه الكلمات التي تحتها خط وذات اللون الأحمر، هل لها معنى ينفصل عن معنى الجملة؟ لو أننا فرضا فصلناها عن الجملة، هل لها معنى خاص أو لا بد أن تكون في سياق جملة؟ إذا استعملنا الكلمات المسطرة في الأمثلة السابقة مفردة من دون أن ندخلها على جملة معينة فإنه لن يكون لها معنى، وعليه فإن ارتباطها بسياق معين ضروري حتى يتحقق شرط اكتسابها لمعناها. نقرأ الأمثلة الآتية ونقارن بينها في العمودين ألف وباء، ثم نلاحظ التغيير الحاصل. في العمود الألف نقرأ: الطقس بارد، الشوارع نظيفة، السيارة جديدة. ثم نقوم بإدخال كان وأخواتها على الجملة، فنقول:
كان الطقس باردا. ما التغيير الحاصل في الجملة؟ نلاحظ بأن الطقس بارد مبتدأ وخبر، هذا مرفوع وهذا مرفوع. حينما دخلت كان، ما الذي حصل؟ الطقس بقيت على رفعها، ولكن في حالة الإعراب نقول اسم كان مرفوع، بينما بارد تحولت من حالة الرفع إلى حالة النصب باعتبارها خبر كان. يندرج أيضا أو ينطبق هذا المثال وتلك الأحكام على الأمثلة اللاحقة. الشوارع نظيفة، صارت الشوارع نظيفة، نلاحظ التغيير الحاصل في الكلمة ذات اللون الأخضر. السيارة جديدة، ما زالت السيارة جديدة، هناك أيضا تغيير حاصل وقع في الكلمة ذات اللون الأخضر، تحولت من خبر مرفوع إلى خبر ما زال منصوب. نتأمل المثالين الآتيين ونقارن بين صيغة الفعلين الناسخين في كلا الجدولين. في العمود ألف، أصبح البرد شديدا، ثم نقول يصبح البرد شديدا. هل في العمود ألف عمل الفعل أو عمل الفعل أصبح ثم في العمود باء لم يعمل؟ بقي على عمله وإن تغير الزمن من الماضي إلى المضارع، ولكن الفعل يبقى على عمله. كان الأمر معلقا، يكون الأمر معلقا. الذي نستخلصه الآن مما سبق أن أخوات كان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها أفعال متصرفة. ما معنى التصرف؟ التصرف في أن تأتي تلك الأفعال على الأزمنة الثلاثة. ما هي الأزمنة الثلاثة؟ الماضي والمضارع والأمر. وهناك أيضا من الأفعال أفعال تأتي على زمنين فقط، الماضي والمضارع. أيضا هناك فعلان يريدان فقط في صيغة واحدة وهي صيغة الزمن الماضي، فنطلق عليهما فعلين جامدين. نلاحظ هنا من خلال هذا الجدول الذي يوضح لنا ملخصا للأفعال الناسخة أو الناقصة، تلك الأفعال هل لها معنى أو دلالة معينة؟ نعم، لتلك الأفعال معاني ودلالات معينة. مثلا الفعل كان يدل على الزمن الماضي أو على الاستمرار. الفعل أمسى يدل على زمن المساء. الفعل أصبح يدل على زمن الصبح. الفعل أضحى يدل على زمن الضحى قبيل الظهر. والفعل بات يدل على زمن المبيت ليلا. والفعل صار يدل على التحول من حالة إلى أخرى. الأفعال التالية: ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام، تدل على الملازمة والاستمرار بحسب سياق الجملة. يتميز الفعل ليس بأنه يدل على النفي، وهو فعل جامد يتميز عن غيره من الأفعال هو والفعل ما دام في حالة الجمود. الخلاصة العامة، لابد أن نوضح أمرا مهما جدا، وهي أن الأفعال الناسخة كان وأخواتها تارة تكون أفعالا تامة، وتارة أخرى تكون أفعالا ناقصة، وفي أحيان أخرى تكون زائدة. ما معنى أن تكون الأفعال تامة؟ بمعنى أنها تحتاج إلى فاعل وليس إلى اسم وخبر. الأفعال الناقصة هو الذي استعرضناه مسبقا، وهو أن تلك الأفعال
تدل على الزمن ولا تدل على الحدث، وتحتاج إلى اسم وخبر. بينما الأفعال الزائدة هو ما أمكن حذفها ولا تعمل ولا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر. فمثال أو نقدم مثالا على الأفعال التامة التي تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر. فنقول مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبحنا الفعل الأول فعل تام بمعنى أنه وقع وجاء وقت الصباح، هذا فعل ماذا؟ فعل تام. الأفعال الناقصة منها مثلا أن نقول كان الامتحان سهلا. نلاحظ أن الفعل الناسخ هنا ناقص، فلا يحتاج إلى فاعل ولكنه يحتاج إلى اسم وخبر. ولو فرضا اكتفينا بالاسم ولم نحدد الخبر لأصبحت الجملة غير مفهومة. فلو قلنا مثلا كان الامتحان وهنا وقفت عن الكلام، لم يفهم المتلقي ماذا أريد. بينما القسم الثالث وهي أن تكون فيه الأفعال زائدة بمعنى أنه يمكن أن نحذفها، كأن نقول خاتم الأنبياء كان محمد. هنا الآن لو أزلنا كان من الجملة هل يتغير معناها؟ يتأثر؟ لا يتأثر، خاتم الأنبياء محمد. إذن تلك الخلاصة العامة لأقسام كان أخواتها من حيث أن تكون تامة أو ناقصة أو زائدة. نتوصل من خلال ما سبق إلى أن الأفعال الناسخة، الأفعال الناسخة كان وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر فيسمى خبرها. الأفعال الناسخة أفعال ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فتكسبها معاني جديدة. نحاول من خلال التطبيق الآتي أن ندخل فعلا ناسخا مناسبا ونغير ما يجب تغييره. الحديقة واسعة، نريد أن ندخل الفعل صار. ما التغيير الحاصل؟ صارت الحديقة واسعة. الخليفة عادل، أدخلنا كان، ماذا أصبحت؟ كان الخليفة عادلا. نلاحظ الحركة هنا، صارت الحديقة واسعة، الحديقة نلاحظ أن اسم صار مرفوع بالضمة، واسعة خبر صار منصوب بالفتحة الظاهرة. وكذلك المثال الآخر، الخليفة بيكون اسم كان مرفوع وعادلا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة. مثال آخر، مثال آخر، نكمل الجدول الآتي ثم نذكر دلالة كل فعل ناسخ. المثال، كان الفضاء واسعا، صارت الشمس مشرقة. ما المعنى الذي أفاده الفعل الناسخ في الجدول من خلال العبارتين السابقتين؟ نلاحظ كان الفضاء واسعا دل على الزمن الماضي أو الاستمرار. صارت الشمس مشرقة دل على التحول، كيف ذلك؟ تحولت من حالة الغياب إلى حالة الشروق والإشراق. ننتهي بذلك من درس الأفعال الناسخة في قسمه الأول كان وأخواتها. نرجو أن تتحقق لكم الفائدة، على أن نلتقي معكم في درس آخر بعنوان كاد وأخواتها.